والله احنا بنختار مع بعض، احيانا هو بكون غايب بجيب له، احيانا هو بيجيب، احيانا هو بيختار لي زوي على زوي. يعني متفقين على هذا الشيء؟ ايوه. الواحد يعني هو ذوق، ممكن هو ما يطلب، بس انت من نفسك بتشوف شيء حلو ممكن يطلع حلو. وبعدين اذا عند الواحد ذوق واناقه بيكون افضل، اكيد حيختار حلو. لازم الواحد يبادر، مثل ما هو بجيب لي انا بجيب له. يعني شغلة ذوق، بس مش وحدي بوحدي. إذا شفت إشي بالطريقة عجبني بجيب، مش إلا جوزي، بجيب لأخوي، ابن أخوي، ابن أخت، يعني مش شرط يعني هاي الأشياء. الواحد ممكن يستعينوا فيك إنه إحنا طالعين نشتري واحد يجي معنا. في أنا عندي ذوق إن شاء الله. شكرا. طبعا طبعا حبيبة قلبي يا زلمة، أنا 35 سنة متزوجين. وإيش سبب نجاحي أنا أصلا؟ شو سبب نجاحها؟ وراك الرجل العظيم امرأة. طبعا طبعا. كم من مرة وراك؟ كم من مرة وراك؟ كم زوجة؟ واحدة يا سيدي، واحدة بس. واحدة بس، وإنه نجاحك ما شاء الله كثير، فتوقعت تكون أكثر من واحدة. الحمد لله الحمد لله. يعني بتثق في ذوقها إنها تطلع تشتري لك ثياب أو أواعي؟ طبعا أنا بثق فيها 100%، وثق تماما. لما أقول لك الرجل الناجح بيكون مع زوجته ناجح، في بيته ناجح. هذا الإشي بلشت أحس فيه. طبعا بلشت أحس. هذا الواجب، هذا الصح. أحيانا بجيب له. كيف الذوق؟ احلى من هيك ما في. شو بدك؟ شو يعني هذا كل الرضا؟ ها الحمد لله، نرضينا ونمرضينا غصب عنا. بدنا في الموضوع غصب عنا. لا لا والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. انا ولادي بيشتغلوا في الملابس ابو ليلى، وبعدين انا بنزل بشتري كل السوق، اصحابي انا بن عمان، عرفت كيف؟ فما فيش شيء غريب علينا، الحمد لله فضل من الله، وربنا يوفقكم يا الحقيقه الدوليه، ويطول اعمارك ويحمي هذا الوطن. اطلع كلياتها ولا بعض الاحيان؟ لا يعني مش كل شيء. لا يعني هو يعني من باب انه هو حابب يمكن ينوع. يعني هو بيحب يختار لبسه بحاله، يعني ما حد. يعني هو بستشيرني، يعني اذا كان بستشيرني. يعني الإسلام ما بيعرفوا يتحركوا بدون سيدات بهاي الشغلة؟ لا مو شرط. لا مش الشباب بيعرفوا يلبسوا لحالهم؟ طبعا أكيد أكيد. شايف الوضع عندي؟ ما شاء الله عليهم.